التزام دولة الإمارات بالاتفاقيات الدولية وخاصة الاتفاقية 1988 اللي وقعتها الدولة اتجاه مكافحة المخدرات في المياه أو في مياه البحر بالذات. ودور هذه الدولة نحن نعي من خلال وقائع الحدث أن الكمية هذه متجهة إلى دول غير دولة الإمارات. أيضا تمرير المعلومة ودقة المعلومة وصحة المعلومة كان أيضا من الجوانب الإيجابية التي حقق ذلك النجاح. ودورها أن اتجهت يمكن السفن الحربية باتجاه القارب وشوهد في نفس الإحداثيات التي تم تمريرها وتم ضبطها حتى أن 350 كيلو كانت بداية وثم أعيد تفتيشه مرة أخرى بناء على تمرير معلومة أخرى من قبلنا وتأكيد أن هناك كمية أكثر وتم ضبط تقريبا 500 كيلو من فيتامينات. يعني متابعة هذه القضية من سمو وزير الداخلية وأيضا وكيل الوزارة والفريق ضاحي خلفان اللي دائما كانت متابعتهم شخصية في ما تتخذ من إجراء وأيضا تفعيل الدور الخاص بالدولة اتجاه التزامها الدولي في مجال التعاون. وهذا طبعا كان بادرة من البوادر اللي يمكن أن ساهمت في تحقيق تلك النتيجة.